بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع حلقة جديدة من حلقات شرح برنامج الإند نوت، وهذه الحلقة من الحلقات المهمة جدا جدا، إذ أنها من أولى حلقات تعتبر من أولى الحلقات الخاصة بعمليات التطبيق المباشر، التطبيق العملي على برنامج الإند نوت واستخدامه في إدارة الأبحاث الريفرنس الخاصة بكتابة الأبحاث والرسائل العلمية. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هنبدأ في عملية إزاي بنعمل عملية البحث عن أي رسالة علمية أو أي بحث علمي أو أي بيبر منشورة دوليا، وإزاي نبحث عن الأوريجينال بيبر الخاص بها على المواقع الإلكترونية الويب سايتس، وإزاي نضيفها على مكتبة الإند نوت الخاصة بي. نبدأ بسم الله. الأول نفتح المكتبة العلمية اللي احنا هنشتغل عليها. طبعا دي المكتبة الأساسية اللي احنا تدربنا عليها في الحلقات السابقة. احنا هنبتدي نشتغل على المكتبة الجديدة اللي احنا أنشأناها، بحيث ان هي هتكون بداية للتمرين والتطبيق العملي للشغل اللي احنا هنعمله ان شاء الله. طبعا احنا كنا انشأنا في بداية الحلقات مكتبة خاصة بينا، كانت مكتبة جديدة باسم جمال جلال، او لو احنا محتاجين ان احنا نعمل مكتبة في اي وقت بنبتدي نعمل open library open new من خلال قائمة new، ونبتدي نعمل ننشئ اي مكتبة جديدة خاصة بنا. هنبتدي نشتغل على المكتبة اللي احنا انشأناها قبل ذلك، وهي مكتبة جمال جلال library. طبعا هذه هي المكتبة. طبعا اليوم ان شاء الله هنبتدي ازاي نعرف نعمل اضافة للبي دي اف او الاوريجينال بيبر الخاصة باي ريفرنس او اي بيبر، ازاي نضيفها على المكتبة الاند نوت الخاصة بي، وازاي نعمل بحث عن اي بي دي اف على الويب سايت وننزلها ونبتدي نضيفها للمكتبة، بحيث انني نستفيد بعد كده بيها في عمليات citation الاستدلال عندي، او ازاي انا هنبتدي ناخد منها المعلومات اللي هنستفيد بيها في كتابة البحث الخاص بي او الرسالة العلمية الخاصة بي. طبعا احنا المرة في الحلقات السابقة كنا اشتغلنا على ازاي نعرف نعمل بحث على الأبحاث الأوراق البحثية المنشورة على الويب سايتس من داخل مكتبة الإند نوت. لما احنا كنا بندخل على المكتبة الخاصة بالأونلاين سيرش ونبتدي نعمل عملية من الأونلاين سيرش، كنا بنحدد عندي اي مكتبة انا محتاج نبحث فيها، زي مثلا الباب ميد، ونحدد نحدد عندي الديتيلز او المواصفات اللي انا هنبتدي نبحث عليها، سواء المواصفات خاصة بكلمات معينة او اسم اسر معين هنبحث فيه او سنة معينة. كنا بنحدد طبعا هنا بنعمل نديله تحديدات معينة، مثلا بيبحث لي في الأول فيلد مثلا، كل دي خيارات كل دي خيارات بتتيح لك أو بتنظم لك عملية البحث أونلاين عن أي ورقة بحثية تقدر تشوفها أونلاين. وبعد ما كنا بنبحث مثلا كنا بنعمل بحث عن أشياء معينة، بتبتدي تنزل لي الأوراق البحثية لما كنت نبحث عليها مثلا all field. لما كنت نبحث مثلا على سبيل المثال هناخد تطبيق سريع على الليد أسيتيت مثلا أسيتيت، ونديله مثلا option تاني الانفيرتيليتي، في الميل رات مثلا
حيبتدي ونعمل له اول ما حددت له هنا هو الاوبشن او نطاق البحث الخاص بيه، انه هيبتدي يشوف للاوراق البحثيه المنشوره الخاصه بالليد اسيتيت والانفيرتيليتي والميرات. اول ما بنبتدي نعمل له ندي له اوكي سيرش، هيبتدي يبحث لي عن على الاونلاين. طبعا هنا زي ما شفنا حضراتكم اول ما بدأ يبحث وجد 12 ورقة بحثية منشورين على الباب ميد خاصين بهذه الأشياء اللي الأستيت والإنفرتيليتي والمينرال. أول ما نديله أوكي، أول ما نبتدي نديله أوكي هيبتدي ينزل لي جميع هذه الأوراق البحثية ال 12 بحث اللي عندي. ال 12 بحث اللي عندي أنا بدأ ينزلهم عندي، دولت ال 12 بحث اللي هم منشورين على الباب ميد خاصين بالليد أسيتيت والإنفرتيليتي والمينرال. طبعا الاشياء دي بتتغير حسب كل رسالة اي انسان، يعني كل واحد ليه رسالة خاصة بشيء معين في جسم الانسان، الانفيرتيليتي، الليبيدز، الديابيتس، اي موضوع معين انت بتحدد له نطاق بحث معين خاص بالبحث الخاص بيك او الرسالة الخاصة بيك. طبعا هنا نزل لي ال 12 بحث اللي وجدتهم الخاصين بيا على اللي وجدتهم منشورين على الباب ميد. طبعا انا ممكن بنحدد له مواقع ويب سايتس اخرى زي ما اتعلمنا من قائمة مور، هنا في عشرات ومئات المواقع الالكترونية ومواقع الجامعات الدولية المعتمدة اللي بتنشر عليها. انت ممكن تختار في اي موقع معين انت ممكن تختاره وتبتدي تعمل سيرش، تعمل عملية بحث عن الايه الاشياء اللي انت محتاجها في هذا الموقع. اللي يهمنا الان ان انا دلوقتي كنا اخذنا في الحلقات السابقة ازاي بنبتدي نحدد او نبتدي نشوف البي دي اف او الاوريجينال بيبر للاوراق البحثية اللي انا وجدتها عبر السيرش اونلاين. انا عندي ال 12 بحث اللي موجودين عندي هنا همت، بنبتدي نعمل لهم كنترول A تنشيط لهم جميعا، وبعد كده بعد عملت لهم تنشيط بيبتدي يحصل عندي اول ما بنشطهم بيبتدي سواء انا بنعمل من ايقونه فايند فول تكست هنا بيبتدي يعمل لي سيرش على البي دي اف او الاوريجينال بيبر المتاحه اونلاين، او نبتدي نعمل كليك يمين ويبتدي عندي يدي لي الاوبشن الخاص بي فايند فول تكست مين، كليك يمين هنا اهو بيعمل كليك يمين ويعمل. يبقى اول حاجه بنعمل تنشيط كنترول A، بنعمل كنترول A تنشيط. اول ما بنعمل تنشيط بتظهر لي ايقونه فايند فول تكست، او بنعمل كليك يمين على الابحاث المنشطه ويبتدي تديني الاوبشن الخاص بي فايند فول تكست من هنا. سواء اخترت من هنا او اخترت من هنا هيبتدي يعمل لي ايه، هيبتدي يعمل لي سيرش. اول ما تجي لي رساله دي ندي له اوكي هيبتدي يعمل لي سيرشنج اهوت في منطقه الفايند فول تكست عن الابحاث اللي هي الموجوده على الباب ميد كفري بي دي اف الخاص بيا. هنا هو بيعمل سيرشنج لل 12 بحث، اما بيلاقي لها يلاقي البي دي اف الاوريجينال بيبر الخاصه بيها متاحه از فري وبالتالي بينزلها لك بيعمل اتاشمنت لها، او بيبتدي يوفر لك اليو ار ال اللي هي اللينك الالكتروني او العنوان الالكتروني الخاص بها على الباب ميد زي ما هنشوفه هنا اهو. هو عمل سيرش فوجد عندي اربعه خاص لهم يو ار ال واربعه مش موجود لهم اي شيء. وطبعا بيستكمل السيرشنج زي ما حضراتكم شايفين هنا اهوت، هو ما دام بيقول سيرشنج هنا اهوت هو لازال بيعمل سيرشنج. نلاحظ هنا ان هو ايه بدأ ينزل الأداة واحد هنا اهوت، أداة رسالة او بيبر نزل لها البي دي اف اهو هنا فاوند بي دي اف، يعني وجد البي دي اف از افري وبالتالي هو عمل لها اتاشمنت اوريدي على مكتبة الاند نوت. و 8 وجد لهم هنا اهو. هنا لما خلص عملية السيرشنج فعندي وجد واحد از بي دي اف وتسعة از يو ار ال وخمسة طبعا مش لاقيهم اي مواصفات.
عندي دولت مش لاقي لهم الايه البي دي اف او اليو ار ال الخاص بيهم. طبعا عندي، فنلاحظ مثلا ان في اللي هي اللي لها البي دي اف اهوت عاد عندي، لو وجدتها هنبص ان لو ضغطت عليها هنلاحظ ان هو بدأ يعمل اتاشمنت للبي دي اف واصبحت موجودة از اوريجينال بيبر موجودة على المكتبة الاند نوت الخاص بي. طيب اليو ار ال اللي هي عندي اللينك الالكتروني على الباب ميت، لو انا رحت اخترت واحده هنا وشفت الريفرنس ونزلت بيها هنلاقي تحت هنا هنا الايه اللينك الخاص بيها، على سواء عندي على الساينس دايركت او على الباب ميت. لو انا اخترت مثلا الخاص بالباب ميت دهوت هيبتدي يفتح لي على الديفولت اكسبلورر اللي انت عندك، حيب سواء عندك انت شغال على الاكسبلور العادي ويندوز اكسبلور او على الجوجل اللي انت عامله ديفولت، بيبتدي يفتح لك الايه العنوان الخاص بي او اللينك الخاص بيك على الباب ميد هنا اهوت فتح لي عندي. يبقى هنا من خلال عملية السيرشنج داخل مكتبة الاند نوت اونلاين بنقدر نشوف حاجتين. الحاجة الأولى إما يكون الورقة البحثية متاحة as a PDF original paper على الباب ميد فري، وبالتالي هو اوريدي بيبتدي ينزلها لك مباشرة على الاند نوت، أو بيشوف لك عندك اليو ار ال متاح عندك المتاحة بالنسبة له سواء على أي موقع إلكتروني سواء على الباب ميد على الساينس دايركت على جوجل سكولر او على السبرينجر او اي مواقع من المواقع العلميه اللي خاصه بنشر الايه الابحاث العلميه. هيبتدي ينزل لك اليو ار ال اللي هو اللينك الالكتروني الخاص بيها عندك، بتقدر من خلال هذه من هذه العناوين الالكترونيه تقدر توصل للبي دي اف زي ما هنعرف ان شاء الله في الحلقه القادمه. وبكده نعرف بهذه الحلقه نكون أخذنا تطبيق مهم جدا خاص بعملية أول حاجة إزاي نعرف البي دي اف، نقدر نبحث عن البي دي اف ونعمل له اتاشمنت أو نشوف اللينك الإلكتروني الخاص بأي أوريجينال بيبر بأي بيبر عندي أنا محتاجها من خلال عملية الاونلاين سيرش المتاحة في مكتبة الاند نوت. وبكده نكون انهينا اول حلقة من حلقات التطبيق، وان شاء الله الحلقات القادمة هنبتدي نعرف مزيد من الاوبشن اللي بيتوح لي برنامج الاند نوت في عمليات الاتاتشمنت للبي دي اف او الاوريجينال بيبر سواء من على الكمبيوتر الخاص بيك او من على اي موقع الكتروني، ازاي هنبتدي ننزلها وازاي هنبتدي نضيفها عندي للاوراق البحثيه اللي موجوده عندي. وبكده نكون عن هنا هذه الحلقه، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ولا تنسونا مصالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.